تواجد هنا داخل مركز إيواء رئيسي في مدينة دير البلح تحديدا في المنطقة الغربية. هذا المركز يأوي ما يقارب أكثر من 10,000 نازح من سكان مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة. هذه الخيام نصبها العائلات النازحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة، واستقروا في هذه الأماكن على أمل أن يعودوا إلى منازلهم خلال أيام قليلة أو أسابيع من الحرب، ولكن هذه الحرب امتدت لأكثر من عام حتى هذه اللحظة. العائلات كليا هنا تعتاش على ما يصل من مساعدات، سواء كان من التكيات التي تقدم الطعام مجانا لهذه العائلات أو من المبادرات التي يتم من خلالها توزيع المياه الصالحة للشرب مجانا على هذه العائلات. نتحدث هنا عن أكثر من عام الحرب، وبالتالي العائلات ليس لديها قدرة لشراء الطعام أو المياه لأبنائها. يعني هنا ندخل إلى داخل الفصول الدراسية، والتي كانت هنا فصول للدراسة للطلاب. لا مساعدات ولا أكل ولا شرب، وإيش هذا؟ والله الخبز ما إحنا ما نلاقينه، ولا طحين ولا حاجة، ولا محتاجة. إيش ما نعمل يعني؟ إيش ما نعمل الحياة هذه؟ والله ما ولا مروحيننا، ولا مسكتين الحرب، ولا أي حاجة يعني. الأوضاع المعيشية صعبة جدا، يعني بندور على الطحين المسوس والمدود عشان نعجن نطعم أقل إشي للأطفال الأصغار اللي ما بتحملوا جوع ولا بتحملوا حاجة. وضعنا صعب، ما فيش أكل، ما فيش شرب، فيش مساعدات وكالة. جميع هنا يكافح من أجل الحصول على مقومات وأدنى أساسيات الحياة. نتحدث على الجميع يبحث عن رغيف خبز في ظل توقف المساعدات بشكل كامل منذ عدة أسابيع، وفي ظل إغلاق أيضا معبر رفح البري وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، وهذا أثر سلبا على السكان المتواجدين داخل مراكز الإيواء هنا، ولم يتم توزيع مساعدات عليهم منذ ما يقارب شهر تقريبا. نتحدث عن منطقة مدينة دير بلح، وهي المنطقة التي يتكدس فيها ما يقارب من 1,000,000 نازح من شمال القطاع، هذا بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة على السلطات المحلية هنا في مدينة دير البلح. بالإضافة إلى أن الخارجية الأمريكية قبل أيام قالت أن المساعدات لا تصل بالشكل الكافي، سواء كان الطعام أو المياه، إلى العائلات النازحة في مدينة دير البلح. أسامة الكحلوت لقناتي العربية والحدث من مدينة دير البلح.